صباح النور، الكوبيدات ديالي. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح السعادة، صباح أي حاجة زوينة. كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كانت منكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وانتم غتشاركوا معنا هذا النهار اللي غادي يدوز معاكم زوين إن شاء الله. طبيعة الحال كل شيء على الله، وكيف العادة غادي نبداو الفيديو ديالنا إن شاء الله بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف تتعرفوا، يعني ما نكذبش عليكم، شكون اللي في حالنا تتفرح ملي تتفيق تتلقى الكوزينة بحال هكا، يعني كل شيء مقضي ومنضي في الليل، وتتصبحي فحال هكا يعني كل شيء نقي، تتشقي هكا في النقا، المعانس ما كاينينش. بالنسبه لهنا المعان الصراحه البنات احسن حاجه ديروها وهي ما تخليوش المعان. انا كيف تتعرفوا انا في الدار الحسنيه كنت ندير الشبكه ديال المعان، ولكن ما كانش فكره الصراحه زوينه. مي دابا انا كانت تجيني غريبه ما تكونش عندي الشبكه ديال المعان. مي دابا انا صراحه ولات عندي معتاده بان كل شيء يتغسل وكل شيء يتنقى وصافي، حتى هذه حتى هي توقف على هكا حتى هي تقطر من الماء، والمعنات يتمسحوا يرجعوا هكا لبلاصتهم هانتوما، يعني كل شيء نقي حتى من الشريجه هكا حشاكم حتى هي نقيه. بالنسبه لهذا خديته صراحه هذا نفعني، ومازال باغي ناخذ شي واحد كبار بحال هكا حشاكم. بالنسبه هكا لا كاين شي حاجه الخضرات نقيه اولا شي حاجه، غتبقاي تحلي في البلاكار هنايا كل مره حل سد باش غادا تجبدي هذا. والله ما احسن تديري بحال هذا الشكل، تتحطي فيه داك الشيء القياس اللي غادي يعمر وتتهزيه تسخويه صافي، تيرجع عاوتاني تيتغسل وتيبقى بهذا الشكل. المهم ما تبقايش تحتاجي كل مره تهزي اي حاجه نقيتيها في الخضره اولا حاجه تحلي هنايا، لا ما كاينلاش. من الاحسن هذه الفكره يكون هكا شي حاجه هكا وصافي، ملي تيعمر تنخويه. ايوا وصافي، وهانتوما كوزينه هاد الصباح هكا. الصراحه من نهار طلعت هنايا للدار ودائما المعنات ما تيصبحوش ليا هنا نهائيا، وعلاش دابا انا صبحت عليكم بحال هكا يعني قبل ما ندير الفطار، على قبل الناس اللي كانوا بزاف سولوني على قبل هاد الموكات ها هويا، قالوا لي كيفاش جاك والثمن ديالو داكشي، ربما كاين اللي ما شافوش الفيديو باش يعرفوا الثمن. هذا خديته ب 65 درهم ب 1300 ريال الميتر. كيف صدق ليا عملي بزاف البنات والله العظيم الا غزال، يعني واخا طاح لك فوق منو شي حاجه غير تتمسحي كيرجع كانه جديد، تتشيتي غير بديك سبيره صغيره تيرجع جديد هانتوما. وعاد باش بالنسبه للبرد عملي بزاف بزاف بزاف، انا الصراحه عجبني صراحه، والثمن ديالو زوين 65 درهم 1300 ريال الميتر. وهذا كان هو ردي على هذا السؤال بعدا. ايوا وصافي، ودابا هكا الصباح هذا صراحه حلو هكا شري جمات، ونقولوا بسم الله يا فتح يا رزاق يا سيد ربي، نتوما نحلو هكا شري جمات ضروري يدخل البرد ديال الصباح ضروري. ايوا وصافي ان شاء الله غتشاركوا معنا نهارنا وانتم معنا. كبيدات ديالي، بغيت اليوم نشارك معكم واحد الحساء ولا حسوه، حنا تنقولوا لها هكا يعني عندنا في المغرب تنقولوا لها هكا الحسوه، يعني كل واحد باش يديرها، كاين اللي تيديرها هكا بالسميده، كاين اللي تيديرها بالشعير، المهم ما نقولش لكم. غندير معكم واحد الحسوه ديال هذا البرد صراحه، كيف تتعرفوا دابا البرد تيحتاج بنادم هكا الحريره، تيحتاج هكا الحسوه الشوربه، المهم اي حاجه سخونه تيحتاجها في هذا البرد. وبغيت نشارك معكم طبيعه الحال كيف العاده تنقول لكم مبتدئات، مثلا شي بنيات اللي هكا يلا كيبادي في الحياه وبغات هكا تصاوب حسوه في هذا البرد لراجلها ولا داكشي، المهم غنعطي لكم طريقتي انا اللي تنديرها بهاد المكونات. بغيتو نتوما ديروه بهذا الشيء اللي غنقول لكم ديروه، ما بغيتوش غادي تخلاو على هذا الشيء اللي كاين اللي ما تيبغي صراحه. المهم عندنا السميده هانتوما كيف تشوفوا، من ضمن الحوايج تنقولوا الحسوه يعني الكمون ضروري اللي تيدار وخا تاخر مهم حتى هو سخون. عندنا مليحه، عندنا هذه هي اللي قلت لكم انا اللي بغيتو ديروها بهذه الطريقه ديروها، ما بغيتوش تستغناو عليها. الحلبه يعني كيف تنعرفوا الحلبه راها دواء صراحه، دواء لكل داء. اللي تيبغيها يديرها، اللي ما تيبغيش ما يديرش، ولكن انا بالنسبه تنقول لكم شي حاجه ديال الدواء ديال البرد يعني خصنا نديروها،
ما تطلقش مذاق اللي خايب صراحه، حيت تديري غير حبيبات، غير انا حاطه هذه الكميه، اما انا راه نهز غير حبيبات بحال مثلا غير شي سبعة الحبات كاع، هما اللي غادي ندير، يعني ما غاديش يبانوا في نفس الوقت، غادي يعطيونا واحد المذاق زوين وراه دواء. هاد الحسوه باش تنتاز كيف تنعرفوا حنا الحسوه كلها تدار بالحليب العادي، يعني بالحليب العادي، لا غادي ديروها بهذا الحليب ديال نيدو، وغادي تردوا عليا الخبار كيفاش غادي تجيكم، تجي غزاله بزاف بزاف، ما نقولش لكم واحد المذاق كيحمق بهذا الحليب ديال نيدو، حليب غبره يعني ما نحتاجش ندير انا اشاره، مهم نيدو. وعندنا واحد البصيله ضروري، بصله غير صغيره صغيره، اضرميها انا بحال هكا، من بعد غادا نهزها، مهم غادا تطلق لي انا المذاق، غادا تطلق لي كيف تنقولوا حنايا راه هاد الحسوه الضوء ديال هاد البرد. نتوما ما بغيتوش غادي تحيدوا البصله، غتحيدوا الحلبه، غتكتفيو غير بهاد المكونات، غير السميده ومليحه والحليب ديال نيدو الكامون، من بعدا من الفوق، وزويته ديال العود اللي تيبغيها مرحبا، ما تيبغاش حتى هي بلاش. المهم انا عطيتكم كيف قلت لكم حسوه ديال البرد بهذه الطريقه اللي غنعطيكم فنه غزاله غزاله بهاد نيدو، تتحمق وبهاد البصله وبهاد الحلبه، اللي ما تيبغيش هادي وما تيبغيش هادي ما يديرهاش. بسم الله، انا دابا داير هكا الماء، هانتوما كيف كتشوفوا الماء راه طاب ليا، غادا ناخذ هاد البصيله غادا نرميها بحال هكا، ما غادا نقطع لا والو، واش نتوما هكا تقطعوها ماشي مشكل، انا غنرميها بحال هكا حتى غادا نهزها ما غاداش نخليها. بسم الله، هانتوما ها هي، غادا ندير كيف قلت لكم الحلبه غير على رؤوس الاصابع، هانتوما ماشي بزاف يعني ما غاديش تعطيني كاع انايا هذا، هانتوما غنخليها دابا طيب لي غير واحد جوج دقائق، وغادي نرمي فوق منها السنيده، هانتوما المهم حسوه ديال هاد البرد فنه بزاف بزاف، وجربوها على حسابي. ودابا هانتوما يعني البصيله غتكون حداك لي واحد شويه شويه ماشي بزاف، يعني غادا طيب هي مع السميده اصلا، والبصيله طبيعي الحال حيت انا عندي صغيره غادا تحل ماشي مشكل، حيت غادا نهزها. ودابا غادا نقولو بسم الله، غادا ندير شويه ديال الملحه ديال الاولى هانتوما، والملحه بطبيعة الحال تتبقى على القياس. صافي غادي ناخذ هاد السميده غادا نرميها دابا هانتوما بسم الله، اللي تيبغي يدير هكا ديال الشعير كتجي خطيره بزاف بزاف، ما نقولش ليكم الحسوه ديال الشعير كيفاش تجي. ودابا غادا ناخذ هكا نحرك باش غتاخذ لي داك الطعم ديال الملحه وديال البصله وديال الحلبه هانتوما. صافي غادي نسد عليها ونخليها طيب، هي بالنسبه للناس راه ساهله، بالنسبه للناس الكبار هكا قدنا داكشي راه ساهله، انا تنهضر على المبتدئات، وبغات نوض هكا تكون يلا كيتزوجات بغات تصاوب الراجل في هذا البرد، ديرها لي بهذه الطريقه راها دواء مذاق، وفي نفس الوقت دواء بهذه البصله وبهذه الحلوه، وصافي وانتم خليكم معايا، انتم ما تحتاجوش نسدوا غير بحال هكا صافي نخليو مره الكويدات ديالي انتم نحركوا ما نستغناوش عليها، يعني بحال هكا باش ما تلصقش لينا. اسيدي كحيت البصيله طالعه كتحمق، بالنسبه للناس اللي تيبغوا هكا البصله داكشي طالع واحد الريحه زوينه ديال البصله مع ديك الحلبه زوينه، اللي ما تيبغيهاش طبيعي الحال ما يديرهاش. هانتوما البصيله، المهم تشوفوها بحال هكا، نزيدو هكا ميها طيبه طبيعه الحال، كنعرفو السميده تتشرب لينا بدغيا، تكون الماء يكون طيب اللي غنزيدو، وبطبيعة الحال مع التحراك. ودابا من بعد هانتوما كيف تتشوفو ها هي طابت، يعني تتبدا تتغالى بحال هكا، ها هي طابت. دابا غادي ندوز غادي ناخد ندير واحد الكاس هكا كيف تتشوفو فيه الماء، وغادي ناخد هاد نيدو يعني على حساب المهم 4 معلقات 5 6 اللي تيبغى هكا تجيب لينا راه غادي هكا يكثر، المهم غادي نديرها هكا تشوفوا وصافي، وغادي نبدا نحركو يعني تيتحرك يتحرك يتحرك هكا مزيان كيرجع سائل، ايوا صافي. وغادي نخوي هكا فوق منا، ايوا كيف قلت لكم الحليب العادي هذا تيعطيها مذاق رائع. صافي غادي نديرو
بسم الله. نقولش لكم هذا الحليب بودره ولا الغبره ولا الميدو، مهم كيعطي واحد المذاق رائع لهذا الحسوه ديالنا. صافي دابا غادي نبقى نحرك بهذا الشكل وغادي نخليها طال وصافي نتلاقاو في الشكل النهائي. ودابا الكبيدات ديالي كان هذا هو فطورنا صراحه اللي بندي 100%، ما نكذبش عليكم داكشي ديال زمان بطيبات يا اختي ومدهول ليا بالزبده وبالعسل كيشهي هانتوما. وبطبيعه الحال الحسوه اللي كيف شاركت معاكم اللي طبيعه الحال ضروري من الكمون ومن زيت العود هكا اللي بغاه وحتى شويه الزعتر هكا اللي تيبغي يديرو، انا ما متوفرش عندي. وكانت هذه الحسوه ديالنا هانتوما كيف تتشوفوا يا اختي، انا خليت فيها هذه كانت صيله. ها هي نورا خير بنات كي صبحتوا ايوا يا اختي صبحت ماما مجده ليها يا اختي هذا الفطور. شوفوا ديك البصيله انا ما حيدتهاش حبيتها داكشي علاش انا درتها هانتوما. شوفوا مع داك الحليب ديال النيدو كتجي كتشهي بطبيعه الحال اللي ما تيبغيش البصله وديك الحلبه اللي غتشوفوها هانتوما ما يديرهاش، ولكن كيف تنقولوا شي حاجه صحيه هي هذه. ايوا اختي شوفوا لي عمكم السي محمد هانتوما فين باقي. السلام عليكم. باقي مكسل ومريض هذاك الشيء، درت ليه الحسي وهو سخونه الصوت والو ماشي لي سليطين هي مخشيه حداه. ايوا صافي يا اختي ما شهيتكم في هاد الطيبات حتى هو ما نقولش لكم. ايوا ملي تنقولوا هكا بالضبط تنقولوا كويس اتاي هانتوما يا سلام سلم اختي بالضبط مدهون بالزبيده والعسيله. ايوا صافي كان هذا هو فطورنا اللي غنشاركو معاكم اللي الصراحه زوين بزاف بزاف. ودابا كويساتي اختي بغزتو هو طبيعة الحال غادي نزيد هنايا لعبه زبيده وعسيله من الفوق اختي هانتوما كيف تشوفوا. ايوا غادا نخويها الحسوة يلا زيدو عويشة دنيا بسم الله بسم الله. مهم بنات خرجنا دابا جينا لدرب غلب صراحه شحال هادي ما جيت لي يعني واحد شويه كتبقى بلاصه درب غلب صراحه شحال هادي ما جيت لي وجينا بغينا ناخذ هكا شي لعيبات. هذا اول حاجه كان ضروري خدينا هذا البنات باور بانك هذا اللي كيشارجي لك التليفون الا كيشارجي لك هذا كينسى في المواقف الا كنتي خارجه وديشارجي لك هكا ديما ديالك دائما حنا كما قال طافي هذا كينفع بزاف بزاف وفيه بزاف ديال الشكار ولكن حنا خدينا هذا مزيان. هذا كيدير شحال قال لي هذا حسبوا لينا ب 200 درهم شوفوا شحال يخلي لينا شوفوا شحال يخلي لينا شحال وكاين الاخر قال لي تيدير 357 7000 ريال كاين الفرق بينات هو ماما شنو هو الفرق هذا بالكابلي خاصك ديري كابلي عاد بشي تشارجر الاخر بلا كابلي بلا حتى شي حاجه غير كتحطي كيتشارج يعني دابا كتحتاج هذاك الكابلي. المهم هذا ضروري كان خصنا ناخذو وخديناه من عند الدري كنتعاملوا معاه هنايا في درب غلب اللي بصراحه عنده يعني الجوده اللي خديتي عنده شي حاجه ما كتندميش عليها. المهم الدري كنتعاملوا معاه راه سميتو عزيز قريبا في الدخل هو باش معروف مذبوش واحد اللي كاين في درب غلب هو في الدخله محل كبير. المهم سميتو عزيز معروف بعزيز عندو اي حاجه فلاح هنايا راه كيصوب كيفورماتي كيبيع جديد كيبيع المستعمل يعني اي حاجه البنات يعني اي حاجه بغيتوها تلقاوها هنايا وجميع الماركات طبيعة الحال سامسونج الايفون بيسيات يعني اي حاجه البنات هو تقريبا عندو محل هنا كبير بزاف
الجوايات يعني كلشي 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 عجبني. كيف قلت لكم راه معروف بعاد هو حدا مول الكركوش كيف قالوا. المهم غزالات خليكم معنا. علاش وليتي حماق على الكركوش؟ ملي تنقولوا ضرب غلف هنايا لو تنقولوا الكركوش اللي كان اللي كاين تا هكا في الشعر يعني تسمعوا وراه حدا هذاك مول التليفونات اللي فيك عزيز يعني هوايا معلومه محل هو اللي كيدير الغلف هو التالي. شكون اللي تيحماق على الكركوش؟ عليكم انا تالي نشوف اول مره غنخلي دير فيها الشميع على الفور ماشي الشميع. شنو سميتها هنايا؟ بورسعيد. قهوه بورسعيد على الكتوف في الكوبوس تبقاو طالعين 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 توصلوا لهي ومي وسط جميع حدا بلاصه ديال الحال. بارك الله فيك السيد. انا البنات حنا باقي جالسين هنايا صراحه دابا خلات الدنيا هكا شويه بغيت نوريكم هذا يعني كندون بزاف اللي عارفينو كنعرفو ثاني كاينين الناس اللي ما عارفينوش اولا باقي هكا ما خلوش هذا تنفع بزاف بزاف البنات بغيت نحلو لكم هو كاين كيتباع حتى مينيسو الناس كتعرفو مكازي ديال مينيسو كيكون فيها بزاف مي هذا خدينا حنا من درب غلف هذا كيعتق في المواقف البنات ضروري خاص يكون عندكم خصوصا الناس اللي كيبغيو هكا يصوروا عندهم شان في يوتيوب وكيبغيو يصوروا هكا على برا وداكشي ضروري يكون عندكم هذا البنات كتشارجوه في الدار بعدا يعني اللي ما عارفوش علاش لا ما نوريش لكم كتركبوا ليه هذا الكابل كيكون معاه
كديروا في البيك تشارجا في الدار باش في الزنقه تلقاوهم نتوما ديجا مشارجين. شدي الخريطه ديال قناه يوميات نور. ها يوميات نور. يوميات نور وين نورا ياك؟ نورا نورا شحال بحال. وبالنسبة اللي عنده هكا سامسونج ولا شي حاجة يلا كلاف على هذا. ما حنا خدينا كابلي ديال الايفون لان كنخدمو بالايفون هذا ما غاديش يلا كلينا. خدينا الكابلي بوحديتو. المهم هذا كنصيحة هذا يكون عندكم لان غادي ينفعكم بزاف خصوصا الناس اللي عندهم هكا لاشين قنوات. المهم هذا كنت عم صور لكم صراحة درب الله يسلي فيهم فيهم حالات تقدية يعني المواد الغذائية ولكن عامر درب غلب إن شاء الله يكون في شي جولة هكا بوحديته غادي نوريكم محالات فيهم المواد التغذية درب غلب فرا مع تقدية في تقدية واعرة بزاف بزاف. حنا بغينا نشاركوا معكم هذاك الصباح الفطور ديالنا ديك الحسوه. راه كان عند امس محمد كان مريض ما نقولش لكم والله العظيم ما عادش يدير شويه في البسطه ديال الحلوه وتخشالي شويه في الفراش الا ولا لاباس عليه صراحه. وهنا بالنسبه لهذا القهوه بغينا نشاركوها مع الناس مع الحباب اللي جايين هكا من هنا برا ما فيها باس يعرفوا بحال هاد القهوات هنايا. هاد راه كاينه جويه مسائل صراحه زوينه ايوا صافي. كنهضروا الفيديو ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده تنبغيو نتنحمقوا عليكم بقصه كبيره ليكم من القلب. المره الجايه غادي نصور لكم الغزال اللي كنتقداو لعندو لان الجميعه ضروري يكون الغزال كيتقداو لعندو زويران. الغزال كناخدو لعندو من زمان ماشي من دابا وعندو كناخدو غير اللحم العادي ديال البقر ماشي ديال الجمل ماشي غير ديال البقري البقري البقري. المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو جديد كيف العاده.